أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وحلقة جديدة من فلاش باك. نجم هذه الحلقة أحد أكبر ممثلي المسرح المصري على مر العصور، الراحل حسين رياض. حسين رياض الحقيقة مراحل وقصص كثيرة جدا، أولها طبعا هذا الشاب اللي بيحب زي ما تعودنا دايما اللي بيحب الفن واللي بيتأثر به التمثيل وعايز يبقى ممثل، فيذهب على طول إلى الفرق المسرحية التي كانت موجودة ويلتقي مع رواد هذا الفن المسرحي في فترة أوائل القرن العشرين، وأنا بتحدث تحديدا عن جورج أبيض مثلا، بتحدث عن يوسف وهبي، أصحاب الفرق المسرحية اللي تعلم منها وعمل فيها الراحل الكبير حسين رياض. حسين رياض الحقيقة في مرحلة بتكلم عنها زميلته ونجمة مسرح رمسيس العظيمة أمينة رزق، وبتقول إنه حسين رياض كان ممثلا جهوري الصوت، يعني صوته أضعاف كمان الصوت اللي احنا بنسمعه في الأفلام، ولكن حصل إنه فقد هذا الصوت، فهذا الصوت الحقيقة فقد كمان جزء من لياقته الأدائية الصوتية، وأصبح صوت محشرج اللي هو الصوت اللي احنا بنسمعه في أفلامه، وإنه ده إلى حد كبير غير من طريقة حسين رياض. الشهادة دي لأمينة رزق، احنا طبعا ما عصرناش هذه المرحلة، بس أمينة رزق بتقول إنه حسين رياض كان أداؤه مختلف في هذه الفترة اللي كان صوته جهوري، ويمكن كان المسرح في بدايات القرن العشرين قايم على الميلودراما العنيفة، وبالتالي كان الصوت أضخم وأكبر، لكن موهبة حسين رياض مكنته أن يطوع أداؤه وفقا للصوت الجديد إنجاز التعبير، أو صوته الذي انخفض أو الذي قلت قدرته بعد إصابته بهذه المشكلة الخاصة بأحبال الصوتية، لكنه استطاع كمان أنه يأقلم نفسه أن ينتقل إلى السينما. يعني لما بنشوفه في فيلم مبكر زي سلامة في خير، ونشوفه يعني رأسا برأس مع نجيب الريحاني. أنا بعرض يا كابتن زبوب، انجر يا رومانجي. يا حضرة الضابط، تسمح بدقيقتين بخصوص الموضوع ده؟ شوفوا الأداء القوي الواثق لحسين رياض. أنا كنت الحقيقة دايما أشعر بحيرة عن ممثلي هذه الفترة إزاي بيأدوا بهذه القدرة. اكتشفت بعد كده ان هم بيأدوا هذا، ان هم جايين من المسرح، وبالتالي هم عارفين بعض، وبالتالي وقفوا قدام بعض على المسرح، وبالتالي حسين رياض يستطيع ان يؤدي بعبقرية وبقوة جدا قدام نجيب الريحاني في سلامة في خير، وينتقل مثلا الأداء بقوة قدام يوسف وهبي في أفلامه، وهتلاقيه ما عندوش مشكلة خالص في الأداء، ويستطيع أن يطوع أداؤه للسينما، بمعنى أن يعتمد أكثر على تعبيرات الوجوه. كيف أدرك هذا الجيل ومنهم حسين رياض هذه القدرات وهذه الاختلافات؟ أدركوها بالفطرة، وأدركوها لأنهم موهوبين جدا وعندهم هذه القدرة. حسين رياض بنشوفه في بعض الأفلام بطل، بيعمل يعني صديق، يعني شخص هو كان مثلا في الأربعينات أو الثلاثينات، وبالتالي ممكن يطلع يعني دور إيه مش أب، لكن تميز حسين رياض وقدرة حسين رياض تألقت وازدهت في فترة اكتشافه في أدوار الأب، واللي أصبح إلى الدرجة إن إحنا ممكن نسميه الأب الخالد في السينما المصرية. الطريقة اللي وأدى الحقيقة دور الأب بكل أطياف، يعني في أب عنيف وفي أب حنون، وأدى كمان الجد، يعني لو تتذكروا حضراتكم دوره في المراهقات ده حاجة يعني مختلفة وحاجة فريدة في مجال هذه النوعية من الأدوار. بنشوفه بيأدي مع حسن الإمام. حسن الإمام كان يحب حسين رياض، وكان حسين رياض جزء أساسي من كاست اللي بيعمله حسن الإمام، ولم يسند له دور إلا قدمه، يعني بيقدم مثلا دور انتهازي في بائعة الخبز، بيقدم دور شخص مثلا فلت أو شخص له مغامرات، يعني عنده القدرة أن يلون أداؤه كيفما شاء. وشفناه حتى وهو بيعمل دور الخديوي مثلا في
ألمز وعبد الحمود بيحاول بقدر الإمكان أن يقدم أدوار متباينة ومختلفة ويضع بصمته عليها، ما أن نسمع صوته وما أن نرى حضوره وأداؤه حتى نكتشف موهبة عظيمة جدا وكبيرة. رحم الله حسين رياض الفنان الكبير الأب الخالد الذي لم تعوضه أبدا السينما المصرية ولا المسرح المصري.